أهلا بكم من جديد. إذن الخبر الذي لدينا أن جماعة الإخوان المسلمين وحزب النور والجماعة السلفية لن تكون لها مليونية بالغد، وأفسح حقنا للدماء، والحقيقة قرار حكيم، وأفسح المجال للمعارضين. ده مش معناه المعارضين ما ينزلوش، لكن لازم ينزلوا عشان يعني يسمعوا صوتهم أيضا ويشرحوا وجهة نظرهم التي يرون من أجلها أنهم يعارضون الإعلان الدستوري الذي أطلقه الدكتور مرسي. نحن في انتظار بيان من رئاسة الجمهورية أو مجلس القضاء الأعلى حول مجريات ما توصلوا إليها مع السيد الرئيس، لكن حتى يصلنا هذا البيان اسمحوا لي أن أرحب بضيفي الأستاذ فاضل سليمان، مدير مؤسسة جسور للتعريف بالإسلام، رجل له كتابات كثيرة عن الإسلام والغرب، الحوار بين الحضارات، العلاقة بين الأديان، وله رؤية فيما يحدث في هذا الوطن. أهلا بك. أهلا بحضرتك. خليني أول أسألك على فكرة يعني إلغاء أو تجميد أو تعليق مليونية أطار الإسلامي، كيف ترى؟ حضرتك قلت عليه قرار حصيف، قرار حكيم، وهو قرار رجولي أيضا، دي طبعا الرجولة برضو. أنا مش بفهم موضوع الرجولة، ليه الحاجات بتصنف رجولة؟ يعني ده بالنسبة لنا يضايقنا يعني. لا بالعكس، بالعكس، الرجولة قيمة ولا علاقة لها بالهرمونات ولا علاقة لها بالذكورة والأنوثة. ففي امرأة بألف رجل فالرجولة قيمة، لكن هي فعلا رجولة، وهو ده شيء جيد. أنا بس شايف كمان أنه هناك استقطاب ومحاولة لإظهار الأمر وكأنه يعني شو حاجة قريت المانشيتات بتاعت الصحف بتاع بكرة. هل أقدر أقطعك دقيقة واحدة ومعايا اتصال من دكتور مراد علي؟ تفضلي. الدكتور مراد علي المتحدث الإعلامي باسم الحرية والعدالة. دكتور مساء الخير يا فندم. اهلا بيك. يعني اكد لنا الخبر اللي قاله لنا الاستاذ نادر حول تعليق المليونيات، قل لي ازاي المليونيه، قل لي ازاي دار هذا الحوار وكيف اتخذتم هذا القرار المحترم الحصيف الحقيقه. والله احنا في عندنا عاملين وراء هذا القرار. العامل الاولاني ان احنا حريصين جدا لما يتمش شايفين التصعيد وحاله الاحتفال اللي موجوده، احنا ما عندناش استعداد ان يحدث بعدما رأينا شهيدين يسقطون. نعم. ما حبيناش ان ده يتكرر مره اخرى، وخاصه بعد وصول انباء ان في حالات من التصعيد، فحبينا احنا نزيل هذا الاحتقان. وفي ذات الوقت احنا شايفين ان في علامات ايجابيه. النهارده الرئيس في اجتماعه مع المجلس الاعلى للقضاء كان واضح ان هو اكد ان تحسين القرارات سيكون فقط على يعني وضح ان تحسين القرارات هيكون على الاعمال السياديه وحمايه المؤسسات المنتخبه، وان ده مؤقت. فاحنا عندنا يعني واجب وطني ان نزيل الاحتقار وان نساهم في استقرار الوطن. لا خليني ارجع لل برضه احنا بناكد حق الاخرين ان هم يشاركوا في المظاهرات التحرير بكره. نتمنى لهم التوفيق ونؤكد عليهم ان هم يحافظوا على سلميه هذه المظاهرات ان شاء الله. طبعا. لكن برضه عايزين بناكد على حاجه. طبعا. الحوار يا اخواننا مع بعض. طبعا. نقعد نحل كل المشكله. طب ارجع لحاجه وحضرتك قلتها في متن حوار حديثك دلوقتي، انه يعني متوقعين ان يصدر بيان بيتحدث عن تحصين الاعمال السياديه وحمايه المؤسسات المنتخبه. احنا ما قلناش، انا ما قلتش ان في بيان، انا بقول ان ما الاخبار اللي وصلت لنا اجتماع المجلس الاعلى للقضاء مع الرئيس، ان هم اكدوا ان تحصين القرارات، وضحوا ان تحصين القرارات ده مقصور او محصور على الاعمال السياديه وعلى حمايه المؤسسات المنتخبه، وان هو مؤقت. طب ما هو ده نفس الشيء يا دكتور، يعني اللي هو نفسه تحصين مجلس الشورى وتحصين الجمعيه التاسيسيه، لان هو ده في اطار الجمعيات المنتخبه او المؤسسات المنتخبه. حضرتك القضاء كان معترض بشده وعلى او كان عندهم تخوف ان يمتد هذا التحصين للقرارات الاداريه التي تمس حقوق الناس. واللي هي النقطه اللي هي كده، ان كان بيبدو للعامه ان ده تحصين، ان رئيس الجمهوريه بقى خارج عن المحاسبه واي قرار يصدره فهو محصن. ولكن انت حضرتك لما الاعمال السياديه بنص القانون في حد ذاتها محصنه، وكذلك المؤسسات المنتخبه، ده المصريين كلهم هم اللي انتخبوها. لا المؤسسات المنتخبه يا فندم بيطعن فيها، حضرتك عارف. حضرتك ده ترجعي فيه لمجلس القضاء الاعلى. طيب. يعني هنناقش ده بس طبعا. مظبوط مظبوط. مش لست متخصصا فقيها قانونيا. حضرتك اسالي. ولا انا الحقيقه. حتى يعني احنا النقطه اللي تهمنا استاذه لبيب هي ايه؟
احنا مش عايزين المنظر اللي كان موجود امبارح. صح. ان البعض بدا في حاله احتقان شديده، وبعض فلول النظام السابق بداوا يستعينوا ببلطجيه ويستغلوا حاله الاحتقان دي في اثاره بلبله وفوضى. فاحنا عايزين نرجع تاني البلد الى حاله التنافس السياسي الشريف، ولا ننجرف ولا ننجر الى حاله فوضى يريدها اعداء المصريين. نعم. واعداء الثوره. بشكرك دكتور مراد علي متحدث الإعلامي باسم الحرية والعدالة. هنفهم موضوع القرارات السيادية والمؤسسات المنتخبة ده من السيد سامح عاشور النقيب المحامين عندما يكون معنا بعد قليل. أنا عايز أتكلم في ده بقى معلش برضه. ده موضوع مهم جدا. هو لازم نفهم إن إحنا عملنا الثورة دي ليه؟ مش عشان نشيل حسني مبارك. هو لأن إحنا عندنا فساد. السيد دكتور ياسر علي المتحدث بس عفوا على التلفزيون المصري. لا يتعدى. إذن هذه هي النقاط التي أعلنها الدكتور ياسر علي بعد اجتماع الرئيس مع مجلس القضاء الأعلى، و يعني فيها شرح واضح أن التحصين هو فقط يتعلق بالأعمال السيادية. عايزين نفهم شرح للأعمال السيادية. قدم الرئيس التقدير للسلطة القضائية واستقلالها، و قال أن الإعلانات أن تحسين الإعلانات الدستورية والقوانين يقتصر على الأعمال المتعلقة بالسيادة، وأن الحضور والمشاركة في الجمعيات العمومية من القضاء يجب أن يقتصر على القضاء والنيابة العامة فقط. قال أيضا ياسر علي أن في تفسيره لإعادة المحاكمات أنها مقصورة، إعادة المحاكمات دي نقطة مهمة جدا، مقصورة على ظهور أدلة جديدة فقط، يعني مش هيتم إعادة المحاكمات كده عمال على بطال، لأن طبعا ده غير قانوني، لكن أن تكون مقصورة ظهر دليل جديد تعاد المحاكمة، لم يظهر دليل جديد لا تعاد المحاكمة. وأكد أن التحصين مقصور على تلك التي تتصل بأعمال السيادة وهي مؤقتة بنفاذ الدستور. إذن ما فيهاش فكرة، أنا مش عارفة بقى هو معتبر من أعمال السيادة مجلس الشورى، من أعمال السيادة الجمعية التأسيسية. دكتور تفضل. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. حضرتك إحنا عملنا الثورة دي عشان الفساد كان مستشري في البلد، والفساد طال السلطات الثلاثة التنفيذية والتشريعية والقضائية، ولو الفساد ما طالش سلطة واحدة منهم ما يقومش الثورة أبدا، لأنها هتقوم بتطهير السلطتين التانيين. احنا بفضل الله طهرنا السلطه التنفيذيه بان احنا طيرنا حسني مبارك، طهرنا السلطه التشريعيه باننا طيرنا مجلس الشعب المزور بتاع 2010، فاضل السلطه القضائيه التي يجب ان تتطهر ايضا، والكل يطالب بذلك. يعني المعترضين النهارده اللي في ميدان التحرير دول هم اكتر ناس كانوا بيطالبوا باتخاذ قرارات ثوريه والتطهير في اول حاجه. فاللي بيحصل دلوقتي ان بخدعه، مش هقول بحجه، بخدعة تحصين السلطة واحترام السلطة القضائية يتم الإبقاء على ذراع خطير من أذرع النظام السابق. طب أنا بس هنا لازم أتحفظ وأقول أنه ده كلام حضرتك على مسؤوليتك، لأن هنا إحنا بندخل في مشكلة إهانة القضاء. أبدا أقدر ولا أقدر أبدا. القضاء إذن حضرتك بتكلم عن تطهير السلطة القضائية. تطهير السلطة القضائية ده كلام حضرتك، أنا ماليش دعوة بيه. ليس معنى ذلك أبدا أن القضاء مش كويسين. لمين قال هذا الكلام ده؟ إحنا بنطالب بإشراف القضاء. لا يا فندم إزاي بقى معلش بقى. مفيش سلطة من السلطات لم يطالها الفساد في عهد حسني مبارك، كله طاله، لذلك نريد أن نطهر ونبقي على الجيد. بس وزير العدل كان دايما بيقول ورئيس مجلس القضاء قال أن السلطة تتطهر بدون ما بنقولش، يعني إحنا بنطهر نفسنا بأنفسنا. هي ما بتتطهرش، ما هي مش بتتطهرش حتى بنفسها. بوزير العدل الجديد يعني اللي جابه الدكتور مرسي حتى بكل المواضيع. بعد إذن حضرتك، المسألة إحنا الناس المعترضة في التحرير النهاردة هي اللي بتطالب بقالها سنتين بتطهير القضاء، تطهير القضاء. هو أنا جايب من عندي بالقانون. نعم بالقانون. ما بالقانون. طبعا بالقانون طبعا، والقانون فيه إعلانات دستورية. ايه مشكله اقول لك حاجه عايز حاجه ليه الرئيس يعمل اعلانات دستوريه؟ ليه ما يعملش قوانين؟ حضرتك الدستور الماضي نفسه يسمح لرئيس الجمهوريه باتخاذ قرارات استثنائيه في الحالات الاستثنائيه، وهل في حاله استثنائيه اكتر من اللي احنا فيه؟ بعد اذن حضرتك اسالك سؤال، هو قرارات لجنه الانتخابات
اللي كانت محصنة محصنة ولا مش محصنة؟ كنتوا معترضين عليها. ايوه ايوه اوكي. يعني لا، الاخوان المسلمين اكتر الناس المعترضين عليها. حلو جدا، لكنها محصنة. ازاي بقى النائب العام السابق عبد المجيد محمود يقبل طعن الفريق الشفيق اللي خسر الانتخابات في قرارات لجنة محصنة؟ ما بنتكلمش على عبد المجيد محمود دلوقتي. انا بس عايزاك ترجع لي تاني على ما قاله السيد ياسر علي دلوقتي. التفسير بان التحصين يندرج فقط او ينسحب فقط على القرارات السيادية. لا انا لا افسر، انا مش دكتور في القانون، لكن ارجو ان ده يندرج طبعا على ما تبقى لينا من المجالس المنتخبه التي القضاء كان عمال يهدها واحد ورا الثاني. انتخبنا مجلس شعب صدر حكم بهده التاسيسيه الاولى اتهدد، عايزين نهد الشورى ونهد التاسيسيه الثانيه وبعدين نعمل يبقى فاضل لنا ايه؟ يبقى فاضل لنا النائب العام العين حسني مبارك والمستشاره هاني الجبالي اللي جابت حسام مبارك، بس خلاص يبقى ده اللي فاضل في البلد. معلش انا بتحفظ برضو على موضوع تحفظي معاك عايزه انا عارف بس يعني ما اعتقدش انه كان تحفظي معاك عايزه انا بقول دلوقتي لن يبقى في البلد بعد هد المؤسسات المنتخبه الا المستشاره هاني محمود والمستشاره هاني الجبالي اللي هم من ايام حسني مبارك. ده جابوا حسني مبارك ودي جابتها الاستاذه حسام مبارك. هنتكلم بصراحه، هو ده الوضع حضرتك، ولكن بحجة السلطة القضائية والعدم المساس بيها لم يكن بيتم النهاردة الالتفاف على الثورة. القانون قانون مجلس الشعب لم يكن دستوريا يا فندم، والإخوان كانوا عارفين أنه لم يكن دستوريا. الناس كلها، أنت عايز حاجة تكمل وهي غير دستورية؟ لا لا بزعج، حتى لو كان شبه شيء، لكن بنقوله الشعب خرج منه 40 مليون وانتخب، يجب احترام يعني إرادة الشعب، وأنت في مرحلة انتقالية ما ينفعش تسمحي لسلطة موجودة من أيام حسني مبارك أنها عمالة تهد. واحد أقول لك على حاجة، أنت تتهم سلطة القضاء ان هي بتهد بمعول كل المؤسسات المنتخبه؟ ده الاتهام اللي حضرتك عايز توجهه. انا بتهم هو انا بجيب كلام من عندي ولا هو ده اللي حصل؟ انا بسال حضرتك مؤسسه منتخبه. اقول لك حاجه، انت بتتهم سلطه القضاء. انت حضرتك اكتر حاجه مهتمه بيها في موضوع الدكتور ياسر علي هو ايه؟ هل ده يحصن الشورى ولا طبعا ما اهتمتيش ليه بالحاجات الثانيه، بالاعلان الدستوري اللي كانوا هيلغوه في 2 ديسمبر؟ لا انا مهتمه اكتر بحاجه ثانيه بقى. السلطات الاستثنائيه ولم يتحدث عنها هذه المذكرة الشارحة. احنا مش السلطات الاستثنائية التي قال بها الإعلان الدستوري، مادة 6 من الإعلان الدستوري التي تتحدث أن الرئيس لديه سلطات أقرأه لك، أن الرئيس لديه سلطات استثنائية، أنه إذا ما رأى شيئا يهدد الثورة، إذا ما رأى شيئا يهدد كذا، إذا ما رأى فلديه سلطات استثنائية. مظبوط مظبوط. حضرتك موافق على ده؟ لا مش موافق. أنا مع، أنا على إن هذا الإعلان الدستوري اللي فات ده حضرتك معناه إن هو يعني في ديكتاتورية شديدة جدا، ولكنها مؤقتة. والدليل انها مؤقته. يا سيدي يا سيدي، الدكتاتوريه المؤقته قد تصل الى دكتاتوريه دائمه. ايه اللي يضمننا؟ انا اقول لك اللي يضمنني ايه. اقول لك عارف ايه؟ اللي عايز يفرز نظام ديكتاتوري بيعملها واحده واحده من غير ما الناس تحس، مش يقوم مره واحده يقوم خابط لك قرارات زي كده ويقول لك لغايه ما ينزل الدستور. حضرتك ما هي كانت واحده واحده اللي نزل اصلا. بس لا 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 انت نسيت. فين الواحده الواحده؟ لا فين الواحده الواحده؟ واحد لا لا لا. المجلس الشعب 2، ده احنا خدناها واحده واحده، بس كل مره كان القضاء بيقف في النص. دلوقتي راح قال لك بلاش بقى واحده واحده، احنا ننزل بيها كل اقول لك ثلاث حاجات يقولوا لك ان ده فعلا في حسن نيه وان فعلا هي مؤقته. ثلاث حاجات. الحياه لا تمشي بالنوايا. اقول لك ثلاث حاجات. اتفضل يا فندم. الحاجه الاولى ان ما حصلش نوع انواع اللؤم السياسي، او بمعنى اصح كان ممكن يبقى ذكاء سياسي ويتعمل بي ار كامبين الاول، يعني قبل ما انزل بكده. انا معلش اسف يعني، كان ممكن جدا الاقي امهات الشهداء طالعين على التلفزيون المصري وبيطالبوا بفين والوفاء بوعدك يا الريس مرسي، وطالعه له مظاهرتين هم اللي عاملينهم مثلا عشان خاطر هو يبقى طالع برد فعل بعد كده. ما عملوش كده. اقول لك اهم بي ار كامبين حصلت كانت ايه؟ ايه؟ غزه. هو مش فاهم يعني اسرائيل. لا 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 انا اشرح لك ازاي، انا اشرح لك ازاي، ودي قضيه مهمه جدا. عندما بعد قضيتين مهمين، على فكره ده كتب في الصحافه الاجنبيه، ما بقولش الكلام من عندي، خطوتين مهمين جدا قام بهم الدكتور مرسي، خطوتين هامتين الحقيقه وحييناهم عليه. واحد، توقيع اتفاق المبدئي مع صندوق النقد الدولي ضمن الفلوس. 2، اتفاق غزه اللي ضمن اعجاب العالم، وكانت خطوه مهمه جدا وضربت معلم زي ما قلنا. اتفاق غزه كان وقف اطلاق النار كان مهم جدا، ضمن العالم والمجتمع الدولي في ظهره. قام ب لا هو ده هو على فكره انا راجل بتاع ماركتنج، انا راجل بتاع ماركتنج، انا راجل بتاع ماركتنج. هو البي ار كامبين بتبقى في المجال نفسه. انا دلوقتي نازل بقرارات داخليه تخص اعاده المحاكمات والكلام ده كله والقصاص، وحاجه تمس السلطه القضائيه، هعمل بي ار كامبين داخليه واجيب امهات الشهداء على التلفزيون يعيطوا ويطالبوا بدم اولادهم. مش هعمل صلح في غزه. طب يمكن صلح في غزه ده شيء، ده امهات الشهداء ده واجب طبيعي. اقول لك على حاجه ثانيه،
جماعة الإخوان المسلمين جماعة كثيرة الانشقاقات، بيطلع فيها انشقاقات كثيرة، وأنتم بتستضيفوا الناس. وحضرتك كنت من جماعة الإخوان المسلمين. بس مش منسيش، أنا خلق، أنا استقلت في 2005 أو 2006. لكن بيقول الآتي: هي جماعة كثيرة الانشقاقات، كل ما حد يكح فيها الناس تنشق. المرة دي ما حدش انشق، وكلهم على قلب رجل واحد بيبينوا للناس ان يا جماعه دي مساله مؤقته بجد. ما هو حضرتك لان معاهم السلطه انشقوا ليه؟ ده عندما وصلوا للسلطه يعني هم يعني جماعه عددها بمئات الالاف، ما فيش فيهم حد عنده ضمير عشان ينشق. لا لو هم كان مؤمنين، لو كان بيشك، لو كان بيشك في نيه ده. بس الحمد لله محترمه، الحمد لله طبعا. ايه زي مساله ان هم ناس محترمه طبعا، اللي بنقوله معاشها. المساله الثانيه بقى مساله الاستبداد الشديد في هذا الشكل من القرارات، ما يعملوش حد ناوي انه يستمر فيه، صعب جدا. ده كان ده محتاج ان هو يتعمل بالتدريج، انما حضرتك واحد بينزل بهذا الشكل وبيقول ده لمده شهرين او ثلاث شهور لغايه ما ينزل على الدستور اللي بيحدد صلاحياته وبيطلع دوله مختلطه، يبقى هو فعلا ناوي يعمل كده. اذا حضرتك واثق ان هذا امر مؤقت، وترى انه يمكن المذكره الشريحه دي تكون انفراجه في الموقف؟ انا ارجو انها تكون فعلا انفراجه، ولكن النقطه الاتي: انا دلوقتي على مضض، على مضض هقبل ذلك، لان الدكتور مرسي خلاص يعني انا يعني انا انتخبته على مضض بصراحه، لان انا كان نفسي ان القرارات دي يحصل يعني انها تتم يعني تتم بالفعل، ويتم التطهير بقى بتاع السلطه الثالثه، ونبقى خلصنا، ويتم اعاده المحاكمات. مش كل شويه حد يقول طب شوف لها دليل جديد، مش دليل جديد، معلش انا كنت عايز كده، فانا على مضض اقبل دواء. المهم بقى اللي في التحرير هيقبله راي السلطه القضائيه. تفتكر رايك ايه؟ تفتكر ماذا سيحصل؟ لا طبعا مش هيقبله. ليه؟ هتشوفي، لان الاجنده غير كده. الاجنده اسقاط مرسي واسقاط التيار الاسلامي، دي الاجنده. انا اخص ده في وجهه نظرك، ده وجهه يعني نظري، ويا لكن رب. انا لا اعتقد الاجنده هي اسقاط الدكتور مرسي. اللهم يا رب اطلع غلطان، اسقاط الاعلان الدستوري غلطان. لكن ليس اسقاط الدكتور مرسي. وبعدين على فكره ما هي هذا صراع سياسي. لا، الاجنده يعني اسقاط الدكتور مرسي بدليل قبول الطعن بتاع الفريق شفيق على قرارات لجنه القانون بتاعها محصن قراراتها، وهي لجنه الانتخابات. طب ما لجنة تحصين ده، ما كلنا الأيام بيننا، وأرجو يا رب أطلع غلطان، يا رب أطلع غلطان يا رب. بس ينفضوا اللي في التحرير دلوقتي بعد ما يسمعوا هذا الكلام. المفروض هنعرف ردود من في التحرير. أنت متفائل يا دوك يا باشمهندس؟ أنا بص حاجة، أنا مسلم ولازم أكون متفائل لأني مسلم، وإنه ولا يأس من راح ولا إلى القوم الكافرون. لا حقيقة. أنا بس كلمة واحدة عايز أقولها. اتفضل. الرسول صلى الله عليه وسلم لما حصل فتنة بين المهاجرين والأنصار خرج حافي يجري وقال: أدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ دعوها فإنها منتنة. دعوها، ما قالش حققوا فيها وشوفوا لي مين اللي بدأ ومين اللي عمل ومين لا لا لا، دعوها. لما بيحصل فتنة ويصل الأمر إلى الدم لازم إحنا ندع هذا الأمر. أنا أحيي فعلا جميع الأحزاب اللي قررت عدم النزول بكرة عند جامعة القاهرة. مش جامعة مش الحرية والعدالة بس على فكرة، ده هناك أحزاب غير إسلامية، حزب الحضارة، حزب الحضارة اللي فيه الدكتور المهندس محمد الصاوي وحاتم عزام والمجموعة دي كلها، ولكنه حزب مقرب من نزل في الانتخابات على قائمة الإخوان المسلمين، وبالتالي والنصريين نزلوا، والنصريين نزلوا، والمسيحيين نزلوا. مش كل المسيحيين نزلوا. لا ازاي؟ لا على قائمة الإخوان يعني كان في واحد بس اللي هو نائب رئيس الحزب. لا لا لا، ازاي بقى النصري اللي هو اسمه ايه الأستاذ معروف نصيح حزب الكرامة. حزب الكرامة كان على قائمة، بس مش فاكر اسمه الحقيقة، كان على قائمة الحرية والعدالة أيضا. أنا بقول الآتي: أنا الآن وأنا يعني مش سعيد، لكني هقبل على مضض حقنا للدماء ورأبا للصدع الاتفاق اللي تم بين الدكتور مرسي من السلطة وبين المجزع على القضاء. هل في تحرير هيقبلوه؟ خلينا نسمع رأي بعض القضاء. معي على الهاتف سيادة المستشار وليد الشافعي الرئيس بمحكمة استئناف أسيوط. مساء الخير يا سيادة المستشار. أهلا وسهلا بك يا أستاذ. كيف ترى ما صدر من الرئاسة الآن من اتفاق ما بين المجلس الأعلى للقضاء والرئاسة؟ أنا شايفه والله سنة حميدة. شايفه إيه يا فندم؟ سنة حميدة. من سنة حميدة. لأنه هو كده معناه إن سيادة الرئيس تراجع تماما عن الإعلان. لا، هو هل أنت شايفه كده؟ أنا شايفه كده، لأن هي قراراته السيادية، القرارات السيادية اللي بيتكلم عنها هي محصنة بالفعل. لا يا فندم معلش، اشرح لي، لان واضح ان في مفهومين. تراجع تماما ازاي؟ هو بيتكلم على ان التحصين فقط للاعمال السياديه. ايه هي بقى الاعمال السياديه؟ الاعمال السياديه زي مثلا اعلان الحرب، زي تكليف تشكيل الوزاره، كل الاعمال السياديه لرئيس الجمهوريه بنصوص القانون الطبيعي. وبالتالي حضرتك من رقابه القضاء، وبالتالي حضرتك مش شايف ان الاعمال السياديه منها تحصين مجلس الشورى او تحصين التاسيسيه او تحصين قراراته السابقه زي ما قال؟ لا لا لا، هو كده عدل عن الاعلان الدستوري. انت شايف انه كده عدل عن الاعلان الدستوري؟
تمام طيب. تمام بس هو النص على تحصين القرارات السريه هو من اجل حفظ ماء الوجه. طيب الجزء الثاني عن الـ يعني الاجراءات الاستثنائيه انه يملك عدد من الاجراءات الاستثنائيه حضرتك مش يعني هي مش وارده في هذا هذه المذكره التشريحيه. لا 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 هو كده هو الاعلان الدستوري المكمل ده اصبح كان لم يكن. حضرتك شايف انه كان لم يكن. تمام. طيب اشكرك سياده المستشار وليد الشافعي الرئيس بمحكمه استئناف اسيوط. انت شايف كده دكتور؟ لا انا ما اعرفش بقى ارجو ان كلام المستشار وليد الشافعي ما يكونش صحيح. ارجو ذلك الحقيقه. انا ما فهمتوش كده، انا ما فهمتوش زي ما المستشار قاله الحقيقه. بس طبعا انا محتاجه نفهم يا جماعه، احنا محتاجين قانونيين من الحريه والعداله عشان نقدر نفهم. انا عايز اشكرك. انا عايز اسال على حاجه ماشي دلوقتي في ثلاث حاجات مهمه جدا. يوم 2 ديسمبر كان في ثلاث احكام هيصدروا، او واحد فيهم ممكن كان يلغي الشورى، واحد تاني يلغي الاعلان الدستوري اللي الغى بيه الاعلان الدستوري المكمل بتاع الايه بتاع المجلس العسكري، وده معناه خطير، معناه عوده رئيس الى رئيس بدون صلاحيات وعوده مجلس عسكري لحكم مصر. ده معناه اذا الغوا الاعلان الدستوري اللي بيلغي الاعلان المكمل، ده خطير جدا هذا الكلام. الحاجه الثالثه هي الغاء قانون معايير الجمعيه التاسيسيه، معنى كان رجعنا تاني الى يوم 11 فبراير 2010 ولا 2011. انا بشكرك استاذ فاضل سليمان، انا اسفه على الوقت اللي استقطع منه كتير للاخبار، ولكن اتمنى انك تكون ضيفنا في حلقه اطول ان شاء الله. بشكرك بشكر حضرتك. اذا نحن امام تفسيرات مختلفه، تفسير ان هذه مذكره شارحه لم تلغي الاعلان الدستوري، وتفسير اخر بدا يتسرب ان ده الغاء كامل الاعلان الدستوري. هنحاول نفهم بعد الفاصل، وبعد الفاصل النقيب سامح عاشور، وناخد ايضا اتصالات اكثر شارحه للموقف. فاصل ونرجع.